بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم جديد على قناتي سميرة كويزين. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم كنقترح عليكم بريوات بالديك الرومي والخضار، كيجيو رائعين بديل ورقة البسطيلة اللي تقاسمت معكم في القناة. يعني ما غاديش نستعملوا ورقة البسطيلة ديال المارشي، غادي نحضروها ان شاء الله في البيت. غنخلي لكم ان شاء الله الرابط نتاع بديل ورقة البسطيلة اللي كنعتمد عليه عادة في خانة الوصف او بطاقة طلع عندكم النهاية ديال هذا الفيديو. هذا مقادير الاقتصادية جدا، كتعطينا واحد الكمية اللي مهمة. غادي نحتفظ بالكمية الكبيرة في المجمد، وهذه هي الكمية اللي قليت باش نقدمها ان شاء الله في الفطور ديال اليوم ان شاء الله. فالطريقة ديال التحضير ديالهم سهلة، وكيجيو لذادين ومقرمشين كما كتسمعوا معايا، ومكيشربوش الزيت، رائعين جدا. كنتمنى يا ربي وصفتنا اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش من التشجيع ديالكم الا عجبكم المحتوى ديال لاشين انكم تابوناو في سميرة كويزين، تخليو لينا لايك وتبارطاجيو الوصفة مع الاهل والاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائدة للجميع. تخليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. في العمارة ديالنا ديال البريوات، لدند او الديك الرومي، صدر الديك الرومي اللي قطعته طريفات صغار على هذا الشكل. عندي بصله كبيره مقطعه، عندي جوج حبات من الكورجيت او القرعة خضراء محكوكين في الحكاكه الجهه الغليظه، كذلك جوج حبات كبار من الجزر حتى هما محكوكين. نمشيو دابا على بركه الله نوضعوا جميع المكونات على النار. نضيف القليل من الزيت، كما غادي نطيب على هذه المكونات. غادي نضيف واحد ورقه سيدنا موسى والقليل من الملح. ممكن تستعملوا صدر الدجاج لعوض لدن او الديك الرومي، كيجي زوين كذلك في الفشوه. بودره ديال الثوم تقريبا ملعقه، ممكن تعوضوها اذا ما توفرتوش عليها، ديروا جوج دروس او ثلاثه ديال الفصوص ديال الثومه. غنضيف شويه ديال القزبر يابس مطحون، تقريبا معلقه صغيره ما تكونش عامره بزاف. القليل من بودره الكاري، كيف كتعرفوا الدواجن كتكون شي شويه زفره، وخلاص لناها بالحمض وسميتو، من الاحسن نديرو التوابل تكون مزيانه. نتوفر هنايا على كميه ديال الكاري، غادي ندير تقريبا واحد نص معلقه من بودره الكاري. ممكن تستغناو عليها وتكتفيو بالعطريه العاديه. غنضيف معلقه صغيره ما عمرهاش نتاع الخرقوم، وجوج معالق يكونوا عامرين مزيان من التحميره او البابريكا. غادي نحرك جيدا ونخلي هذا اللدن يطيب في الماء اللي غادي تلقاو الخضره خاصه البصله، تطلق السوائل ديالها ونحرك مره مره. كتبان لنا دابا الحشوه كثيره، الخضره غير غادي طيب غادي تنزل وتقلص الحجم ديالها. الناس اللي كيبغيو الحرور يقدروا يضيفوا السودانيه في المقاس. بقات الخضره ديالتنا الماء، غادي نقادها هكذا ونغطي عليها، نخليه يطيب داك الصدر ديال البيبي، نخليه يطيب على خاطرو، نغطي عليه هكايا ونخليه. الحشوه ديالتنا كطيب، وانا غادي ناخذ واحد شويه ديال الشعريه الصينيه تقريبا 100 غرام، انا نطبها في ماء بارد ونرجعوا نتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا باقي الخطوات. انتم كتشوفوا الحشوه ديالتنا راه طابت، انا قبيله نسيت الابزار، غادي نضيفوا دابا واحد نص معلقه او معلقه على حسب الذوق. الدن ديالنا طاب غير في ديك لا ديال الخضره. نتوما الا لقيتوه مازال ما طابش او درتو قطعه كبار، ممكن تزيدوا شويه ديال الماء، ولكن ضروري تخليو الحشوه تنشف باش ما تقطعش لكم الورقه وتجي حتى البريوات ديالنا او المورقه اللي غنصاوبوا بهذه الحشوه هذه كتجي مقرمشه. ولهاد ورق سيدنا موسى ورق الغار، صافي راه طلق النسمه ديالته. غادي نطفي النار وغادي نضيف الربيع قزبر معدنوس مقرد تقريبا واحد جوج معالق. صافي بعد ما كتبرد شي شويه الحشوه، وانتم كتشوفوا ضفت الربيع وما حركتوش، غادي نضيف دابا الشعريه الصينيه باش كتبقى واقفه وما كتجيناش معجنه.
الشعريه الصينيه كيمكن لكم. انا درت غير كميه صغيره صافي، نحرك جيدا كما قلت لكم، نخليها تبرد ونرجعوا نتلاقاو ان شاء الله. عندي الحشوه غادي نضيف لها دابا القليل من الجبن، غادي نستعمل ان شاء الله الايمونطال غير واحد شويه، المهم نتوما الا ما بغيتوهش ممكن تستغناو عليه، هو ماشي ضروري ولكن تزيد كيلذذ لينا الحشوه، فهم اللي نضرتي يعجبهم ما كرهوش اي وصفه نزيد فيها الفرماج. المهم غادي نحرك جيدا، كيعطينا واحد التعليكه وكيلذذ لينا الحشوه ديال كيتواتى بشكل كبير مع لدند ومع صدر الدجاج. صافي غادي نحرك جيدا وغادي نجيبوا الورقه ديالنا، بداو على بركه الله في التعمار. بالنسبه للورقه ماشي نستعمل الورقه الجاهزه، غادي نستعمل بديل ورقه البسطيله اللي كاين في القناه. البنات اللي مازال ما عرفوش الوصفه او مازال ما شافوش الفيديو، ان شاء الله نخلي لكم الرابط في خانه الوصف، كذلك بطاقه يطلع عندكم النهايه ديال هذا الفيديو هذا. فانا غادي نخدم بسطيله، يعني ورقه البسطيله ديال الدار، هذه خدمتها شي يومين فاش كيكون عندي هكا الوقت، كنخدم واحد الكميه تنخليها في الثلاجه ما كيطرى ليها والو، غير كندهنها مزيان بالزيت وكنغمها هكا في الفيلم اليمونتير. نبداو على بركه الله، كتشوفوا كنقطعها هكايا على جوج وكنبدا كنخدم. والورقه دائما كتبغي انها نحتفظوا بها حنا خدامين، وكنجبدوا القياس اللي كنخدموا به وكنغموها هكايا في الفيلم اليمونتير باش ما تنشفش لينا مع هذه الحراره هذه. غادي ناخذ الحشوه ونضعها هنايا في الطرف، كناخذ هذا الطرف كنجيبو لهنا، كنجيب هاد الطريف وانا كنضغط وكنعطي البريوه ديالتي الشكل المثلث. الا حسيتو بها ما مجموعهاش جمعوها بيديكم قبل ما تلفو اللفه اللي من موراها، كنتاكد انها وكنضغط هكايا باش تجيني مسطحه وكنستمر. اكيد كيكون عندي الماء الدقيق باش كنسد. ممكن ديروها تحت بحال هكذا اللفه اللي قبل منها، سدوها مزيان خاصه الا كنتو غادي تقليوها في الزيت، ملي كنتو غادي تدخلوها الفران فماشي مشكل، راه كطيب كتجي مجموعه. المهم الاخوات اللي تيقول لي ما تخدميش بيديك لا العماره ولا كل شيء، انا راه الطبع كيغلب التطبع، انا مول نخدم بيدي. هذه هي الحبه ديالنا ديال البريوه، نفس الشيء غادي نعاودو مع هاد الحبه الثانيه. كناخد هذا الطرف درته على نفسه وكنحاول نقاد من الاول الحبه ديال البريوه على شكل مثلث كما كتشوفوا معايا. غادي نضغط على دائما تنركز على هاد القناته هادو وكنلف. دابا شاط ليا طريف صغير غادي ندخلو هنايا، كنلصق بالماء والدقيق غير باطراف الاصابع باش ما نديروش كميه كثيره ديال الدقيق والماء. فهاد الدقيق كيتبقى ليا من التشكيل ديال الحبات نتاع البريوه، هو النيت اللي كنخلط، لان يعني كتكون قيساه واحد شويه ديال الزيت فما كنضيعوش، كنخلطو مع الماء وكنخدم به. معكم جوج حبات وحده اخرين، كنديروا الكميه المناسبه من الحشوه، نحاولوا نهزو يعني الخضار والشعريه ومع قطع تاع الدجاج باش ما تجيناش الحبات البريوه فيها غير الشعريه مثلا او الخضره. كنلف هاد الجزء على نفسه كما كتشوفوا معايا وكنعطيها من الاول الشكل ديال البريوه، انتما كتشوفوا معايا كنضغط على هاد القناه هادو، كنحاول نسد هاد اللفه الاولانيه وكنحط رؤوس الاصابع على هاد الجناب، كنضغط اكيد وكنستمر حتى كنكمل العجينه كامله. هاد الطريف اللي كيبقى عندي الا كان غليظ كنحذفو، كان رقيق كنخليه وكندير الدقيق والماء على هاد الشكل. حتى هاد الجهه هادي كندير لها شويه ديال الدقيق والماء، حتى كنسدها على هاد الشكل هذا. هذه الكميه اللي حصلت عليها ان شاء الله بعد ما شكلت كاع الكميه اللي عندي ديال البريوات، وغادي
نقلي واحد الجزء باش نحطوه ان شاء الله اليوم في الفطور. بالنسبه للكميه المتبقيه فانا غادي نعملها هكايا في لاطا، غادي نسرحها، غادي نفرقهم الحبات، غادي نفرقهم ندخلهم المجمد حتى كيجمدوا، من بعد كنجمعهم في كيس بلاستيكي لاني ما عنديش اسباس كبير في المجمد. من بعد ملي كنخرجوهم من المجمد ملي كنحتاجوهم كندخلوهم اما للفران او كنقليوهم وهما مجمدين، ما نخليهمش يديكونجلا وراه كيخسروا ما كيبقاوش كتخسر لهم الشكل ديالهم العجينه ديال الورقه. اولا ندخلوهم الا بغيتو طيبوهم غير كيتشمعوا في الفران نص طيبه، عاد ديك الساعه كيبردوا وكتجمعوهم في المجمد. ديك الساعه واخا تجمعوهم حبه حدا اختها ديك الساعه كيكونوا مشمعين، يعني بدا كيدخلهم طياب. المهم انا غادي ندير لهم الطريقه السهله لضيق الوقت، غادي ندخلهم فروقين في بلاطو المجمد حتى كيجمعوا تيتجمدوا عفوا، ونجمعهم في كيس بلاستيكي وندوزو نقليو ان شاء الله الكميه اللي غادي نحطو مع بعض اليوم ان شاء الله. كتشوفوا ما شاء الله عطانا نص كيلو ديال الدقيق ديال الفورس بالنسبه للبديل الورقه ديال البسطيله، ما شاء الله عطانا هذه الكميه هذه اللي كتكون كبيره. عملوا الزيت كيسخن كنبدا كنقلي البريوات ديالي على هذا الشكل. الطريقه ديال الطياب باش ما كيشربوش لينا الزيت كنسخنوا الزيت مزيان ومن بعد كنمهلوا النار باش كيدخلهم الطياب حتى دوك الورقه ديال الداخل كتجي طايبه ومقرمشه وما كتشربش الزيت. ومني كتاخد اكيد لون محمر وجميل على هذا الشكل كنحذفوها نحطها كيف طبسيل كيكون فيه ورق المطبخ كيمتص الفائض نتاع الزيت. ان شاء الله نخلي لكم الروابط ديال البريوات اللي سبق وتقاسمتهم معكم في القناه، ديال الكفته والشعريه الصينيه اللي متيخطاونيش حتى همايا بحال هادو. وممكن في هذه الوصفه اننا نستعملوا صدر الدجاج اللي كيشيط لينا من شي وصفه كيكون طيب وكيتبقى عندنا، فممكن نوظفوه في هذه الوصفه هذه يعني بحال بحال. نطيبوا الخضره ديالنا عاد نضيفوا داك صدر الدجاج اللي كنفتتوه وكنزولوا منه العظومه وكنضيفوه في الوصفه. غادي نقليه بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. وهما البريوات ديالنا كيكونوا واجدين، سمعوا كيكونوا مقرمشين على هذا الشكل. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، اكيد الى عجبكم الفيديو ما تنساوناش من التشجيعات ديالكم باللايك وبالبارطاج، وكنقول لكم الى اللقاء، استودعكم في حفظ الرحمن ومع السلامه.